السلام عليكم البنات، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا للمتتبعات ديالي الوفيات، الله يعطيكم كل خير البنات اللي خطيكم عليا. من هذا الفيديو ان شاء الله كنقول لكم سنه سعيده اللي غتكون غدا ان شاء الله، انا غادي نحطها لكم حتى نهار ديال السنه الجديده. نتمنى تكونوا بالصحه والعافيه يا ربي. مهم غادي نبداو معكم، غادي ندير معكم هاد لي مادلين، هادو تيجو غزالين وفنين، تقدروا ديروهم غوتي ولا تحطوهم تزوقو بهم الطبلات، يجو لذاد لذاد بزاف وما فيهمش القوام بزاف. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا هنا درت جوج بيضات، هاد جوج بيضات بحراره المطبخ، يعني ما يكونوش في الثلاجه نهائيا. غادي نضيف عليهم رشه ملح، يعني غير قبيصه ديال الملح، نضيف عليهم كاس ديال السكر سنيده، كاس بالعبار ديال العنبه، راه حنا مولفين كناخذو بالكاس ديال العنبه، دابا مشات هذاك هو القياس اللي كناخذو به. المهم غادي نخلطو مزيان هاد السنيده والبيض حتى يندمجوا مع بعضياتهم. سمحوا لي عاودت الكاميرا، هذا علاش وقفت التحرك. غادي نحركو مزيان حتى يولي الخليط كما كتشوفوا يعني انسجم. غادي نضيف عليه كاس العنبه ديال الزيت ونحاولوا نخلطوا الخليط حتى يولي شويه بيض، ما يبقاش هكا صفر، وندمجوا مع بعضياتهم. غادي نضيف كاس ديال المندرين، دابا وقت المندرين البنات، انا ضفت كاس ديال المندرين اللي معصور عصرتو ودرتو. اللي ما عندهاش المندرين تقدر تعوضو بكاس ديال الماء، يعني ما كاينش مشكل، او كاس الحليب. غادي نخلطو مزيان، شحال ما خلطناها البنات كيكون مزيان، كيندمجوا مع بعضياتهم. اللي عندها الباتور راه غادي انا عندي في الحقيقه غير استعملت الفوي باش اللي ما عندوش حتى هو يقدر يديرهم الباتور دغيا، خلاط الكهربائي يعني. غادي نضيف كاس ديال الدقيق اللي مغربل، غادي نزيد عليه جوج خمارات وغادي نخلط ونشوف الخليط. هنا البنات انا خدالي الخليط جوج كيسان ديال دقيق العنبه، ودرت معاها جوج ديال الخمارات. غادي نخلطو الكل مزيان جيدا حتى ما يبقاش داك الطحين فيه. انا هنا غادي ناخد المول ديال اللي غندير فيه، غندهنو بشويه ديال الزبده والدقيق. هذا المقطع بنات مشالي من بعد ما دهنتو، خويت فيه الخليط اللي كنت خلطت. غادي نزينو هنا بالشوكولا فيرميسيل ورقائق اللوز. البنات انا الشوكولا فيرميسيل درتها على حسب بناتي اللي طلبوها لي. مهم نتوما تزين باش ما بغيتو تزينو، تقدروا تخليهم غير هكاك ويعني تيجيو زوينين. هاد الكميه هادي درت لي 25 حبه البنات، يعني جوج بيضات عطاوني 25 حبه وفنين وتيجيو منظر غزال. مهم هنا غنزوق برقائق اللوز. انا فيرميسيل درتو اختياري غير على بناتي اللي طلبوه لي، يعني نتوما ذوقوا باش عندكم.
غادي ندخلوه للفران، الفران راني شعلته من قبل، غادي نديرو من الفوق حتى يعني يحمر، عندنا بطول تحت، انا عندي غير فران ديال الكاس. هادو هما لي مادلين ديالنا، تيجيو رائعين، نتمنى البنات يجربوهم بالصحة والراحة. البنات ما تنساونيش من الدعم ديالكم ولي لايك ولي كومنتير زوينة، راني تنقرا كومنتير بكومنتير. شكرا لكم، شكرا على التتبع ديالكم، بالصحة والراحة.